احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في فرق كبير جدا بين الهلال واي فريق تاني في الدوري السعودي، مع احترامي لكل الفرق. أنا أحيانا أعتقد أن الهلال يتحول إلى قمر شيئا فشيئا. يكتمل الهلال السعودي من مرحلة المحاق إلى مرحلة القمر. نادي الهلال بيفكر يمكن مش خارج الصندوق بس، خارج وداخل الصندوق وما هو أبعد من الصندوق، لشيء مستقبلي. فريق بيفكر ل 2025 وما بعد 2025. بس ده تفكير الكورة. أنا النهاردة شايفك كفرقة تعبانة فبنزل الماتش النهاردة مريح. هي مش هنقول ان النصر فرقه تعبانه، بس ولكن انت بتتكلم الهلال وصل لمرحله ان هو بيقول على نفسه النهارده ان هو ديناصور. كل فرقه فيهم عاوزه توقف الهلال، مش عشان تاخد الدوري، لا، عشان يقول لك انا الفرقه الوحيده اللي وقفت الهلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا الواحد بيتابع الحركه الكرويه والتصاريح والقنوات الرياضيه العربيه وكل المجالات دي كلها، لكن الهلال محتل، الهلال محتل لكل الحاجات دي كلها، سطو مسلح ونتائج واداء وارقام قياسيه خلت الهلال حديث العالم. يعني شوف فارق كبير جدا خاصه في الشرق الاوسط. الشرق الاوسط عمال يتكلم الهلال رايح فين وجاي منين، وسؤال بيطرح نفسه، هل الهلال بيحقق كل النتائج دي وسلسله الانتصارات المتتاليه وكاس السوبر السعودي ودخل على موسم الحصاد لضعف المنافسين؟ هل الفرق المتنافس الهلال ضعيفه؟ هل ما تطورتش وعملت شغل جديد؟ لا، الفرق عملت تطور كبير جدا، عملت تحسن، في تقدم، ولكن في فرق بين تقدم وتقدم، تطور وتطور آخر. التطور بتاع الهلال بقى أعلى في الرتم والأداء والطموح بكتير جدا عن الأندية اللي منافسة نادي الهلال. في الوقت اللي الأندية اللي بتنافس نادي الهلال بتفكر في تحقيق بطولة محلية أو وصول لمركز متقدم في بطولة قارية، الهلال بيطمح في تحقيق كأس العالم للأندية اللي هو أعلى حاجة، اللي هو القمة، إن أنا أكون رقم واحد. الفريق اللي بينافس أو الفرق والأندية اللي بتنافس نادي الهلال بتفكر في تحقيق بطولة لإسعاد جمهورها، لتقديم شيء. ولكن في نفس التوقيت الطموح الهلالي أصبح في العالي، طموح الهلالي بقى في حتة تانية خالص. طموح الهلالي بيقول لك ان انا عاوز اكون رقم واحد في العالم، وده من غير ما نقرا التصريحات ومن غير ما نشوف اي حاجه، ده الواضح من السياسه والشكل اللي هو ماشي بيه كمنظومه اداريه فنيه، لاعبين على اعلى مستوى داخل الملعب، وحكايات مش اعلى مستوى كمان. اقول لك ايه، لما تلاقي فرق عندها تطور كبير جدا يغيب النجم وتخسر مباراه او يحصل دروب في النتيجه، التعادل او اي نتيجه سلبيه، يقول لك غاب النجم الفلاني، اصل الغيابات اي اصل التاثيرات. طب تعال شوف تطورات بقى الهلال، نكون صراحه مع بعض ونشوف تطورات الهلال. بس قبل ما اقول لك التطورات دي، اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ندخل التطور عند الهلال، وصل ان كل ما يغيب نجم الهلال يقدم نتائج اعلى واكبر بكتير جدا. بدايه من إصابة نيمار في بداية الموسم ما قدمش حاجة لسه، بنشوف الهلال بيستزد شراسة وتقديم للنتائج المتميزة وبيمشي في سلسلة انتصارات متتالية. طبعا سالم الدوسري غاب فترة، بعض النجوم غابوا فترة، ولكن أنا بكلمك على نيمار لأن هو الاسم الأبرز في النقلات أو التعاقدات الصيفية اللي فاتت. طيب اللي ما لحقش الهلال اللي استفاد منه، ويمكن الاستفادة للهلال اللي استفادها من صفقة نيمار هي إصابة نيمار. إصابة نيمار إيجت في صالح نادي الهلال، وزي ما بيقولوا كده، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، رب ضارة نافعة، نافعة جدا. شفت تطور نادي الهلال بعد إصابة نيمار؟ طيب ده تطور غير عادي. متروفيتش هداف الفريق في وقت حرج جدا، يصاب متروفيتش، اسكندر متروفيتش، طب هيعمل ايه جيسوس؟ ايه اللي هيحصل في نادي الهلال؟ بنكتشف نجم جديد وهو راس الحربة الوهمي، مش وهمي كمان، هو مش وهمي، راس حربة خرافي، راس حربة بيلعب من خط النص. ايوه هو 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 اللي انت قصدك فيه.
يعني بيلعب بطريقة يعني انت مش عارف مالكم ده جاي منين. رأس حربة متميز، دخوله لمنطقة الجزاء بمعلمة بشيء مدروس، يحط لك صالح الشهري قدامك كده ان انت شايفه رأس حربة لكن مش هو رأس الحربة، يحط لك عبد الله الحمدان ولا يعني بيوهمك بشكل كده. لكن تلاقي بقى رأس الحربة الموضوع متقسم ما بين عبد الله الحمدان وما بين سالم الدوسري. النجاح والفكر والتطور ان انت لما بيكون عندك نجم بيغيب ان انت تتطور وتعلى، ان الموضوع ما بيقفش على حاجة واحدة. زائد ان انا قلت لك ان مين الجوكر بتاع المرحلة، وده اللي بيلعب عليه نادي الهلال، كل لاعب ليه دور. سالم الدوسري في فترة من الفترات هو ورقة الجوكر، الاسكندر موتروفيتش جوكر في فترة من الفترات، روبن نيفيز خد فترة هو الجوكر رقم واحد، ميشيل ديلجادو ظهر في فترة ولسه ما اشتغلش قوي، سافيتش ورقة مهمة جدا، امتى هيطلع ويبقى جوكر وامتى نخليه ونريحه عشان احنا محتاجينه في ادوار تانية خالص. الجوكر، وساعات بتلاقي كلوبالي، وساعات بتلاقي علي البليدي، وساعات بتلاقي سعود عبد الحميد. انت في معجنة، انت في معجنة، كل الفرق قدامك بتتطور. طبعا النجوم شايفهم، شايف النصر فيه كريم النصر فيه مين؟ رونالدو مع ساديو ماني مع تاليسكا مع اوتافيو مع بروزوفيتش وعبد الله الخيباري وعبد الرحمن غريب، مجموعه كبيره جدا نجوم. تطور ولا مش تطور؟ لكن التطور اللي عند الهلال اعلى. لما تيجي تخش على نادي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما وكانتي وفابينيو ومجموعه كذا كذا نجوم اهي، وعبد الرزاق عبد الله ما نقدرش ننساه، هداف من العيار الصغير، منافس فريق منافس قوي. الاهلي السعودي، لان المباراه بعد اللي جايه بعد مباراه العين الاماراتي الهلال هيقابله، عنده رياض محرز ومكسيمان وكاسي وادوار مندي، يعني مجموعه من اللعيبه اللي انت تقول تقول. التطور بقى في الأداء، إزاي إن أنا أشغل مجموعة النجوم دي؟ تطور عالي جدا، تطور الطموح، الطموح إن أنا مش هحقق البطولة بس، هحققها بارتياحية، أخلص الفيلم. طموحي بقى كأس العالم للأندية، طموحك إيه؟ أنت الدوري المحلي؟ كأس الملك؟ أنا طموحي بقى فوق، طموحي دلوقتي أصبح إن أنا أحقق كأس العالم للأندية، ان انا ابقى رقم واحد. التطور، فرق التطور عن التطور، انت بتتطور وبتتقدم، في واحد بيتقدم خطوتين وواحد بيتقدم 1000 خطوة. هو ده اللي عمله نادي الهلال وفرق بيه عن الأندية عن الأندية المنافسة ليه، ان الهلال بيسبق ب 50 60 خطوة، والفرق اللي مع نادي الهلال يا دوبك بتمشي خطوة ونص او اقل من خطوة ونص. فتحياتي لنادي الهلال وإدارة نادي الهلال، وأنا بقول لك الأسباب دي عشان تحطها في دماغك كده وتفكر فيها وتشوف إن النهارده نادي الهلال غيابات تحسن، غيابات تحسن، غيابات تحسن، ونتائج إيجابية أعلى وأكتر. أنت شفت لما ياسين بونو غاب في مباراتين في دوري أبطال آسيا ولعب محمد العويس عمل إزاي؟ كان رائع ومتميز بشكل كبير جدا. الهلال في الفترة الحالية منافس الهلال. الهلال ينافس الهلال، ومحدش يقول لي تاني يا جماعه في التعليقات ان احنا عاوزين نشوف مواجهه ما بين الاهلي المصري والهلال. الهلال ما فكرش في المناسبه دي خالص، الموضوع بقى فيه طموح اكبر نادي الهلال وعاوز يوصله. وما تنساش في النهايه تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.